رستن 17/10/2012، هذا ما خلفه قصف الطائرات الحربية والمدافع على منازل المدنيين. آمين. مرحبا عمين، أهلا وسهلا. شو بتحكي لنا، شو صاير عندكم هون؟ والله أول امبارح، شو كان النهار، أي نهار امبارح كان أول امبارح؟ أول امبارح اثنين. اثنين؟ أي نهار اثنين، جت طيارة حربية حومت فوق المنطقة أول مرة وثاني مرة، بعدين نحن فكرنا أنه ما بدها تضرب مثل العادة، يعني كانت تعمل هيك إرهاب وفتح جدار صوت، بعدين فجأة أول ضربت صواريخ هون، أذن الدارين أربع دور، أربع دور انتهن تقريبا نهائيا، ما ضل فيهم شيء صار. هذا اللي صار. طيب شو بتوجه كلمة أنت للنظام، للعالم الخارجي اللي عم يشوف هيك شيء؟ للنظام الله يلعن أبو النظام عرصه. نظام ما في ألعى من النظام غير العالم الخارجي اللي ساكت على هالنظام. أمين الله. إذا هذا هو حال منازل المدنيين الآمنين وساكنيها.